معانا ام ساجده من القاهره، تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ نعمه وفضل، الحمد لله. الحمد لله كل سنه وحضرتك بخير ونشوف حضرتك في اسعد حال يا رب. يا رب انا وانتم يا رب، ربنا ما يحرمنا ابدا من السعاده والوصل بحضره النبي ومولانا سبحانه وتعالى. تفضل. اللهم امين يا رب. انا بس انا كان ليا استفسار صغير عشان يعني حضرتك تقول لي انا عملت صح ولا غلط. اتفضلي. ربنا يبارك في حضرتك. انا دلوقتي انا كانت معايا مشكله مع ابو بنتي بقالي يبقى كده في انفصال ونص. في انفصال، في يعني انتم منفصلين؟ يعني شبه منفصلين، هو رمى عليا يمين الطلاق غيابي. طيب اصل انت بتقولي ابو بنتي، ما قلتيش جوزي. لا ابو بنتي، عشان انا احنا منفصلين عن بعض، ما اعرفش حاجه عنه بقالي سنتين ونص. طيب كملي. وكان ودخلنا في قصه محاكم. وبعدين تمام، فهو والده ما يعرفش، يعني ما شافش المحاكم ممكن من يوم ما اتولدت ولا يعرفها. مساجده، دخول في قصه المحاكم مش ممكن يبقى تمام، وممكن يبقى تمام لو كان كل واحد بيدافع عن حقه، لكن اتفضلي وبعدين. فهو ما شافش يعني ابوه ما شافش بنتي من يوم ما اتولدت ولا يعرفها. ابوه اللي هو جد، ابوه اللي هو جد، يعني جد البنت، هو ما شافش البنت لغايه دلوقتي بقى لها ما شافهاش لحد دلوقتي. وهم اتخانقوا معاه، يعني عندهم في البيت مراته وولاده اتخانقوا معاه وطردوه بره البيت، علشان هو كان بيقول لهم الحق، بيقول لهم هي ما غلطتش وادوها حقها. طردوه بقاله سنه. طردوا ابوه؟ وعرفت من الجيران، الجيران كلموني وعرفت منهم ان جيران بصراحه كويس، نفسه يشوف البنت. لا جيران كويسين الحمد لله، يعني جيران الحمد لله ما بيوقعوش ولا حاجه. هم قالوا لي ان هو يعني عشان قال الحقيقه عملوا معاه مشكله وطردوه. طيب وبعدين؟ فنفسه يشوف نفسه يشوف حفيدته. السؤال بقى اتفضل. السؤال حضرتك بقى يا استاذه مساجد. فانا دلوقتي انا معايا رقم تليفون جدها، فكلمته وبعت له صور بنتي ان هو عايز يشوفها، ومحدش يعرف من عندي من البيت ان انا اتواصلت معاه الا والدتي. هل انا كده عملت خطا؟ لا خالص، بالعكس، انت عملتي حاجه جميله قوي، عملتي حاجه زي كده، حل كده ربنا يوفقك ليه، حل عبقري. عملتي ايه؟ الاب دوت ممكن يكون الوسيط بينك وبينه، يعني انت بقالك سنتين ما شفتوش، هو ما شافش، بالعكس انت عملتي حاجه، طيبتي خاطر راجل كبير محتاج ان هو يشوف بنته، فربنا يجعل ليكي ثواب عظيم، لان قلوب الكبار دول لما بتتوجع، انا بقول والله العظيم الله سبحانه وتعالى يغضب لغضب الكبار. الكبار دول لازم نحترمهم ولازم نقدرهم، فانت احترمتي قلب واحد كبير. ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نتأدب مع الشيبة التي شابت في الاسلام، فنتأدب مع الكبار. فانت اللي عملتيه دوت ربنا هيجبر خاطرك بيكي، يعني جبر خاطر عظيم ان شاء الله ربنا يحصلك. هل الجزاء الاحسان الا الاحسان؟ حاجة التانية، انت عملتي وسيط ممكن يصلح ما بينك وبين زوجك. الحاجة التالتة والمهمة، ان انت شغلتي قيمة الرحمة عندك في قلبك، ان انت رحمتي كمان بنتك من ان هي ما يبقاش ليها عيلة، فخليتي ان امتداد العائلة موجود. فاللي انت عملتيه ده هتاخدي عليه ثواب عظيم ان شاء الله، وربنا يبارك لك ويجعله في ميزان حسناتك.